بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن موضوع الباور سيفنج. طبعا مشاريع الباور سيفنج من المشاريع المهمة لتوفير الطاقة في المصانع، والحمد لله وصلنا لنسب كبيرة جدا، كان متوسطها مثلا في رينج 40%. فهنبدأ نشوف مع بعض ايه فكرة موضوع الباور سيفنج عشان نقدر ان احنا نقنع العملاء، سواء ان احنا نعمله دراسة جدوى ونتكلم على ارض الواقع بنسبة توفير قد ايه، او ان احنا نتكلم معاهم في التليفون عشان نفتح قناة معاه ان هو يقتنع بالموضوع. يعني الموضوع زي ما احنا بنبحث على العميل، هو العميل برضه بيدور على حد يوفر له الطاقة. فهنجد ان الموضوع فيه يعني زي ما تجيب اتنين مغناطيس كده، والاتنين يعني بيقربوا من بعض بقوة تجاذب يعني، فهو بيدور عليه واحنا بندور عليه. المهم، فلو احنا جينا بصينا، ده احد الريبورتات اللي احنا عملناها. اول فقرة او اول حاجة بنعملها ان احنا بنعمل داتا كوليكشن، تجميع للبيانات من المصنع. فبروح نزور المصنع ونشوف ايه الاقسام اللي عنده المصنع كله. فوجدنا مثلا على سبيل المثال المصنع ده فيه مجموعة اقسام. في عندنا اول قسم فيه الكباسات الميديم بريشر كومبريسورز، وديت فيها مجموعة من الكباسات. على سبيل المثال الكمبريسور رقم 5 ده كان قدرته كان 250 كيلو وات، والفولت 380 طبعا، و الامبير 460، ده الموجود على النيم بليت، يعني النيم بليت اللي على جسم الموتور مكتوب فيها المواصفات دي. لكن ما بدأنا نشغل الكباس ونشوف لما بيخش الخدمة كان الكارنت المسحوب قد ايه والنولو كارنت قد ايه، فرصدنا الارقام دي. وبعد كده بنشوف الكباس ده بيشتغل فترة قد ايه لود وفترة قد ايه انلود، يعني ممكن نقعد مثلا سايكل كاملة مثلا لحد ما يفصل، نشوف ما بين كله بيفصل ويشتغل تقريبا متوسط الوقت قد ايه. طبعا ده بيعتمد على صاحب المصنع، فبيكون الاريات ديت يعني على خط الانتاج وهو شغال. جمعنا من قسم الميديم بريشر كومبريسور وقسم تاني اللي هو الهاي بريشر كومبريسور، وفي بعد كده في فانز وفي بامب زي ما تشوف تحت، دي ووتر ترمبات ووتر بامب. لو نلاحظ ان احنا اقل قدره كنا بنتكلم فيها تقريبا 22 كيلو، تمام. في بعد كده في فانز، دي ووتر بامب وديت الفانز اهي، زي ما شايفين القدرات كلها اقل حاجه 22، لان واحد عنده مثلا جهاز موتور 5.5 فنسبه التوفير فيها لو حط 25% بالنسبه له مش معضله، لكن الحاجات الكبيره بتفرق. طيب ازاي ان احنا بعد ما جمعنا ديت نقدر ان احنا نوفر بيها كهرباء؟ اول حاجه بندخل السايكل جوه سوفت وير اسمه انرجي سيفنج بريديكيتور. دوت سوفت وير فيه الكيرفات بتاعت الاحمال ويبدا يتنبا بالتوفير. فالاول بنيجي نشوف هل يقدر العميل اللي هو يتنازل عن 5% سوري 5 هرتز يعني 10% بالسرعه. لو قدر يتنازل ديت بنعمل له دراسه بنقول له ده يوفر قد كده. طب لو ما قدرش يتنازل بنشوف اللود تايم قد ايه، يعني هو كان مشغل فول لود تايم قد ايه وكان نو لود تايم قد ايه، وندخل ده في السوفت وير ويبدا السوفت وير بتاعنا يتنبا بالحته ديت، تمام. فبالنسبه للكباس ده هو كان شغال 24 ساعه لود اللي هو الميديم بريشر كومبريسور كباس رقم 6. لما سالنا العميل قال يا جماعه ده شغال طول الوقت وبيسحب 406 امبير بتاعه، فاحنا قلنا له طيب احنا هنعمل دراسه جدوى، لو الامبير بتاعه بينزل، طبعا الكباسات من ضمن الحاجات الصعبه جدا اللي بتوفر كهرباء لو كان شغال طول الوقت لود، فقال له لو قدرت تنزل بهرتز ل 45 هرتز انت هتوفر نسبه قد ايه؟ السوفت وير حسب وقال لنا 17%. طيب السوفت وير بياخد الداتا ازاي؟ بنيجي نقول له انت هتشتغل نسبه كام من الوقت والفلو اللي انت عايزه قد ايه. انا في الكباس هنا خليته 90% يعني عشان 45 هرتز فبقى 90% وشغال طول الوقت 100%، تمام. فلما جينا شفنا شغلنا سايكل كامله لمده طبعا شهر مثلا او مده اطول شويه، شغلناها 8760 ساعه، وجدنا الكيلو اورز المسحوب اهو
2,148 ألف 78 كيلو وات أور. ولو احنا شغلناه بدرايف، الدرايف هيسحب 1,782 ألف 248. يبقى السيفنج اللي تم 365 ألف كيلو 630. النسبة دي 365 توازي كام من ال 2 مليون؟ توازي ال 17%. ولو العميل دوت انترستد بالكربون داي اوكسيد ايميشنز، يعني انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، فهيوفر 134 طن سي او 2. طيب وادي النسبة، ادي النسبتين اهمت، الاحمر ديت اللي هي من غير درايف والازرق اللي هو بدرايف. نفس الموضوع لو اتكلمنا على الكباس التاني او كباس، يعني عموما لو الفريكوانسي قدر يقل. طب لو هو العميل ستيل مش موافق ان الفريكوانسي ان هو يقل عشان الضغط عنده كبير، يعني في الحاله ديت مش هيبقى فيه باور سيفنج على اللوب بتاعنا. تمام. طيب في من ضمن الحاجات سايكل مثلا هتوفر 10%، ان هو قال ان تقريبا 20% من الوقت بيشتغل نو لود، يعني بيسحب 30%، و 80% من الوقت بيشتغل بالفول لود بتاعه والفول لود كارنت. فاصبح دلوقتي ان نسبة التوفير عنده هتبقى تقريبا 10%. تمام. طب ده يوت ليه؟ لانه اصلا هو هنا لما هيبدأ ينزل بالسرعة هنوفر قدر، هو أصلا متوفر، يعني زي ما شفنا إن هو مثلا سحب 100 أمبير في النولود وفي الفلود سحب مثلا 200 أمبير، فأساسا المية ديت قليلة. فلما تيجي تشغله بالدرايف المية دي هتنزل شوية، هتبقى مثلا 86 مثلا أو 85، ودوت نفس الحكاية هتبقى الدنيا تنزل فيه إيه حاجه قليله برضو. طب ليه هنا وفر 10% فوق 17؟ عشان انا هنا شغال بال 50 هرتز في الفول باور، واشتغلت هنا عند ديت اللي هو الساعتين او الثلاث ساعات بفريكوانسي قليل، لكن هناك شغال 45 هرتز طول الوقت، فكان التوفير اكبر. تمام. طيب ادي نسب التوفير اهيت زي ما شفناها. في مثلا فان زي ديت لو شغلناها طول الوقت هتوفر 4% بس بالدرايف، طبعا ده شيء لا يعتد به، ده لو اشتغل 50 هرتز اللي هي المروحة رقم 2. طيب لو احنا جينا نفس المروحة اشتغلت 45 هرتز هتوفر كام؟ 22%. تمام. والكلام ده ريال، احنا عملناه وفعلا النسب ديت بتطلع معانا لو قدر بس ينزل بالفريكوانسي 5 هرتز بس. فعشان كده بنقول للعميل لازم ندرس البروسيس كويس، هل ال 5% ال 5 هرتز دولت هيأثروا معاك في الانتاج ولا لا. تمام. ادي النسب التوفير اهي والمسحوبات. تمام. نفس الموضوع 4% ولو شغل يبقى 22%. تمام. في عندنا فان او سوري ووتر بامب، الووترز لو احنا بس شغاله فول تايم لو شغلناها ب 45 هرتز بس هتوفر 23%. طيب دوت كان ازاي يعني نسب التوفير اللي بتطلع، لان هو الراجل شغال فول تايم مفيش وقت للراحه، فدي طلعت نسب التوفير لكل حاجه. هو بقى المفروض ان هو دوره يشوف والله انا هقدر اتغاضى عن 45 هرتز ولا لا. تمام. او ان انا لو في عندي حساس ضغط بيقيس ضغط الميه، ان انا ممكن اشغل الطرمبه ديت مره على 50 مره على 40 مره على 30 حسب السايكل عنده. فممكن هو في الحاله ديت يقول اوكي مفيش مشكله، انا ممكن اشتغل على 45 هرتز، عاوزين درايف نشغل بيه، اذا هيطلع نسب الدرايف تقريبا نفس النسب ديت. اوكي. طيب عاوزين نشوف السوفت